الموجز الرياضي نقدم لكم من قناة شوف تي في. أهلا بكم. يواجه فريق الفتح الرباطي لكرة القدم الفائز بالبطولة الاحترافية لهذا الموسم فريق أهلي دبي في مباراة السوبر المغربي بالإماراتي المقرر إجراؤها بأبوظبي، ويحصل الفائز على $1,000,000 مقابل $300,000 للفريق المنهزم في مباراة السوبر والتي من المنتظر أن تجرى في شهر غشت المقبل. وإلى خبر آخر، حيث ذكرت جريدة ليكيب الفرنسية خبر رغبة فريق ليون الفرنسي في ضم الظهير الأيسر للمنتخب المغربي ونادي باليرمو الإيطالي أشرف لزعر البالغ من العمر 24 سنة. وحسب ذات المصدر فإن المشرف عن جلب اللاعبين للفريق الفرنسي التقى خلال الأيام القليلة الماضية بمسؤولي النادي الإيطالي من أجل التفاوض حول انتقال اللاعب لزعر. أفادت مصادر موثوقة من داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم أن السبب وراء غياب كل من عبد الله غلام وعبد السلام حنات ومحمد أوزال وعبد الحميد الصويري الرؤساء السابقون للفريق الأخضر في الاجتماع المقرر تنظيمه مساء الأحد لتدارس واقع النسور راجع لعدم توصلهم بدعوة رسمية من طرف إدارة الفريق. وأفادت مصادر نفسها أن الدعوة لم توجه للرؤساء المذكورين في الوقت الذي سيشهد فيه الاجتماع حضور محمد بودريقة رئيس الفريق ومجموعة من المنخرطين للوقوف على أزمات النادي تحضيرا للجمع العام العادي. ونختم من هذا الخبر، حيث بعد نهاية منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم ستتوصل الفرق المغربية المحتلة لإحدى المراكز من المركز الأول إلى المركز الثاني عشر في البطولة الاحترافية بمنح خاصة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وسيتوصل فريق الفتح الرباطي بمبلغ $300,000,000، الوداد الرياضي بمبلغ $240,000,000، اتحاد طنجة ب $190,000,000، حيث سيتوصل الجيش الملكي ب مبلغ $142,000,000. الرجاء الرياضي في المركز الخامس سيتوصل بمبلغ $135,000,000. المغرب التطواني سيتوصل بمبلغ $100,000,000. نهضة بركان بمبلغ $3,000,000. وحسنية أكادير ستتوصل بمبلغ $70,000,000. أولمبيك أسفي $47,000,000. شباب الريف الحسيمي بمبلغ $30,000,000. النادي القنيطري $17,000,000. وأخيرا أولمبيك خريبكا سيتوصل بمبلغ $12,000,000. الموجز الرياضي انتهى، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.